هل تعلم بأن مصر تتصدر العالم العربي من حيث حوادث القطارات؟ وموجودة في قائمة أكثر 10 الدول في العالم من حيث حوادث القطارات؟ الإهمال وغياب الصيانة الدورية للسكك الحديدية والأعطال الميكانيكية والمسارات المعيبة تعتبر أهم عوامل حوادث القطارات. توفي 27 شخص في حادث تصادم قطارين في منطقة بوليا الجنوبية الإيطالية في 2013 لتصبح أسوأ كارثة قطارات في أوروبا بكاملها. ذكرت إحصائية مصرية رسمية سنة 2017 أن عدد حوادث القطارات بلغ 12236 حادث قطار من سنة 2006 لسنة 2016. The front coach, which had been facing a head-on impact, was derailed by the debris landing in its path. And still traveling at over 60 miles an hour, it began to topple onto its side. Here she comes, right. يعتبر حادث تحطم قطار بحر الملكة في سريلانكا في ديسمبر 2004 هو أسوأ حادث قطار في التاريخ، وما زال إلى اليوم يحتفظ بالرقم القياسي في عدد القتلى، حيث توفي في هذا الحادث أكثر من 1700 شخص.